الاهلي القمه اسمع على مسمى اهلي وفي دمي تشجيع وبتبقى هتزيد وتعلي احسب لي وقول لي في السنه شوف كام بطوله حققناها مرحله بعدها مرحله والرجالة مكملة ده محلي وقري عالمي وقدرنا نعدي بعيد عن أي مقارنة ومنتهية مسألة مرحلة بعدها مرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. قبل ما أبدأ أتكلم مع حضراتكم عن السلة واللي حصل في السلة النهاردة وفوز النادي الأهلي بدوري المرتبط الحقيقة والبطولة الثالثة للنادي الأهلي، كل الأهلوية فخورين إن إحنا عندنا أو إن إحنا بننتمي لهذا النادي الكبير وهذا النادي العريق النادي الأهلي. اللي حضراتكم شايفينه على شاشة قناة النادي الأهلي من منافسة في الانتخابات وكل الناس موجودة على الشاشة وكل الناس بتتكلم بما تريد أن تقوله سواء كان صحيح أو غير صحيح، ولكن في النهاية شاشة قناة النادي الأهلي هي للجميع للجميع، وهذا هو النادي الأهلي وهذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وما بين أي نادي آخر. لحضراتكم شايفينه ده بيجعلنا كلنا فخورين. أنا الحقيقة بقالي مثلا أسبوع أو 10 أيام كل الناس بتكلمني بتقول لي إن النادي الأهلي هذا هو النادي الأهلي، هذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي. كل الناس اللي بتكلمني بتقول لي الكلمتين دول. اللي بيحصل الحيادية في كل شيء، هذا هو النادي الأهلي. النادي الأهلي كبير باسمه، كبير بمجلس إدارته السابق والقادم، كبير بكل حاجة فيه، كبير بجمهوره العظيم. حاجة يعني أنا الحقيقة من جوايا سعيد جدا 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 باللي بيحصل، لأن هذا هو النادي الأهلي، وحفضل أقول هذه الكلمة لغاية نهاية الانتخابات. اللي احنا أنا قلت قبل كده إن احنا مش هنتكلم في الانتخابات دائما، برنامج الأهلي ينتخب هو اللي هيتكلم، ولكن أنا بتكلم بشكل عام الحقيقة على الشكل اللي بيظهر بيه هذا البرنامج والشكل اللي بيظهر بيه دائما النادي الأهلي من خلال قناته ومن خلال اللي بيحصل من عرس ديمقراطي الحقيقة يدل على أن النادي الأهلي هو الكبير، هو الكبير في كل شيء، الكبير في كل شيء. قد ايه الواحد فخور بان هو بينتمي ولو بجزء بسيط جدا 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 لهذا النادي الكبير وهذا الاسم الكبير وهذا النادي العريق. شكرا الحقيقه لمجلس اداره النادي الاهلي على كل اللي كانوا بيعملوه، واللي هينجح هينجح واللي هيفشل هيفشل، هنشوف اللي هيحصل، دي اختيارات للجمعيه العموميه، ولكن شكرا للاتاحه للجميع والحياديه بالنسبه للجميع. فانا بشكر الحقيقه الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي على كل شيء. شكرا جزيلا لحضراتكم بتعلمونا كل يوم يعني ايه النادي الاهلي، ويظل دائما النادي الاهلي كبير في كل شيء حتى في التنافس. شكرا لحضراتكم جميعا الحقيقه على هذا الشكل الرائع اللي احنا شايفينه.